المنتخب الاول روي فيتوريا هيصل خلاص كمان كام ساعه الى القاهره، احنا بنتكلم في فجر الاربعاء من اجل بدء مهام عمله رسميا. فيتوريا كان سافر للبرتغال بعد اتمام تعاقده مع الاتحاد المصري لكره القدم، وشفناه في صور على انستجرام وهو يتابع مباريات الدوري هو وجهازه المعاون. هيخلص اموره المتعلقه الشخصيه في البرتغال وهيجي مصر خلاص زي خلال ساعات زي ما قلت لحضراتكم عشان يبدا يشوف المباريات. هتشوفوه في الملاعب وهتشوفوه بيتابع كل المباريات.